بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السؤال: لمن يسيء لأزواج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ أنا فقط أحببت أن أطرح هذا السؤال. زوجتك مهما كانت، والسؤال عام، يعني أنا لا أخاطب شخصا بعينه، هذا سؤال عام لكل من يتناول أو يسيء لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها. هل ترضى أن أحدا يأتي ويسيء لزوجتك مهما حدث؟ يعني طبعا هذا السؤال أنا أطلب أن تفكر بينك وبين نفسك أخي الحبيب، فكر بينك وبين نفسك. أنا لا أريد جوابا، أريدك أن تخاطب نفسك. انظر الآن لزوجتك ولأمك، إذا أحد أساء وتكلم على أمك بسوء، ما هو إحساسك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام أكيد غير راضي عمن يسيء لزوجاته، أكيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حرصا على أعراض المؤمنين، أكثر الناس حرصا على أعراض المسلمين وسمعتهم وعدم الإساءة لهم، ولم يسئ لأحد في حياته. حتى زوجة أبي لهب لم يسئ إليها، لولا أن القرآن أنزل سورة وامرأته حمالة الحطب، النبي لم يقدح في أحد حتى من المنافقين والمشركين الذين حاربوه. طيب، الله عز وجل يقول لك: وأزواجه أمهاتهم، أي أن السيدة عائشة هي أمك غصبا عنك. إذا كنت تعتبر نفسك مسلما، إذا كنت أخي الحبيب تعتبر نفسك مؤمنا، فالسيدة عائشة هي بمقام أمك، بل أعلى، لأن هذه المرتبة الله هو الذي منحها هذه المرتبة. وأزواجه، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. أنا فقط سأقرأ هذه الآية وأنت فكر بها. طبعا هذه رسالة من القلب للقلب، ليست مناظرة وليست حوارا، ولا أقصد بها شخص محدد، فقط الأشخاص الذين يعتقدون أو يظنون سوءا بأمهات المؤمنين، فقط أطلب منهم أن يقرأوا هذه الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله. طيب، عندما يقول الله لي أن السيدة عائشة أمي، ثم أظن بها شرا، أليست هذه إساءة لله عز وجل، إساءة للقرآن؟ طيب، إن الذين يؤذون الله ورسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب السيدة عائشة ويحب أزواجه، وكان أكثر رجل كرجل، يعني أكثر الرجال إخلاصا لأزواجه عليه الصلاة والسلام، لم ينظر إلى امرأة فيما حرم الله، لم تمس يده يد امرأة لا تحل له كما في الحديث، لم يؤذي امرأة أو زوجة له بكلمة واحدة، لم تصدر منه كلمة يؤذي بها السيدة عائشة، حتى عندما اتهمت بحادثة الإفك، كل الروايات تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجه لها ولا كلمة تؤذيها. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أنت تريد أن تقتدي بهذا النبي، إذن يجب أن تظن بالمؤمنين خيرا،
ما دام القرآن سماها أما للمؤمنين فهي مؤمنة. والله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نتابع أيها الأحبة. إن الذين يؤذون الله ورسوله ما هو مصيرهم؟ يا من تظن شرا بالسيدة عائشة، انظر ماذا يقول القرآن عنك. طبعا أنت تظن شرا بناء على روايات تاريخية وليس بناء على آية قرآنية. والله تعالى سيسألنا عن القرآن، لن يسألنا عن تاريخ الطبري مثلا، تمام؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لماذا هنا كلمة مهينا؟ لماذا أيها الأحبة؟ على فكرة عذابا مهينا وردت في القرآن أربع مرات، آخرها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يعني فيه ذل، فيه احتقار، فيه حسرة، فيه إهانة. طب لماذا تضع نفسك في هذا الموقف أخي الحبيب؟ مقابل ماذا؟ مقابل رواية؟ يعني والله أنا أضحك على أو أشفق على، يعني طبعا أضحك على أفكار البعض وليس على البعض، أشفق عليهم وأضحك من طريقة التفكير التي يفكرون بها. يعني معقول أنا أرمي بنفسي في نار جهنم من أجل رواية؟ لا أدري ما هو، من أين جاءت وكيف كتبت ومن الذي كتبها وكيف انتشرت. أنا لدي القرآن أخي الحبيب، لدي القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن سيسألك الله عنه، سيسألك عن هذه الآية الكريمة، إن الذين يؤذون الله ورسوله. والله أيها الأحبة، الآن لو أحد وجه كلمة تجاه أمك، أنت يا من تظن شرا بأم المؤمنين، والله لن ترضى، حتى لو كان يقول حقا، حتى لو كان فيها ما يقول لن ترضى بذلك، لأنها أم، الأم هي أعلى شيء في 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 في, في الدنيا. طب كيف ترضى أن تظن بها شرا بناء على روايات وتترك نصوص القرآن؟ طب هذا الظن السيء أليس فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل النبي يفرح؟ أنت الآن عندما تتحدث بسوء عن أم المؤمنين وهي السيدة عائشة التي الله من زوجه إياها، النبي لم يتزوج امرأة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، الله هو من ارتضاها زوجة له، يعني هل الله، استغفر الله، أساء الاختيار؟ يعني هل الله لم يعرف ماذا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذه الإساءة فيها أذن للرسول، لأنه لا يرضى، لأنه أشد الناس حياء وأكثر الناس حرصا على عرضه صلى الله عليه وسلم. لا تقنعني أنك أنت حريص على عرضك أكثر من عرض من النبي، حرص النبي على عرضه. النبي لا يرضى بهذه الإساءة، وهي أذن للنبي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أنت تؤذي السيدة عائشة بغير ما اكتسبت، أنت كل معلوماتك عبارة عن روايات تاريخية ليس لها قيمة. أنا بالنسبة لي أقول لك صراحة، كل الروايات التاريخية بالنسبة لي تخضع لميزان البحث العلمي ولميزان القرآن وميزان السنة النبوية المطهرة الصحيحة وميزان العقل والمنطق، وبالنتيجة هي ليست نصوص مقدسة.
فإذا أنت تحرق نفسك في نار جهنم من أجل الرواية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني واضح الإثم الذي يقترفونه. أنا قرأت أيها الأحبة آلاف الروايات التاريخية التي تحكي قصص ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والله وجدت نسخ ولصق. علماء ما يسمون بالمؤرخين أو علماء التاريخ حتى اليوم نسخ ولصق، لم أجد باحثا تاريخيا لديه منهج علمي. أعطوني باحث تاريخي الآن منذ عصر الطبري وقبله أبي مخنف وغيرهم يعني الذين كتبوا، أعطوني باحث واحد يتبع المنهج العلمي العقلي المنطقي المستند على القرآن الكريم. كلهم يعتمد على الروايات ويأخذ ممن سبقه. هذه هي حركة التاريخ. لذلك هؤلاء يسمون إخباريين أو قصاصين. فمن غير المعقول أحبتي في الله أنني أنا أرمي بنفسي في العذاب المهين المذل من أجل تصديق الرواية، ولدي آية قوية في القرآن تقول لي ماذا تقول أيها الأحبة؟ لولا إذ سمعتموه، انظروا، لولا إذ سمعتموه يعني شيء لم يحدث. أنا سمعت في التاريخ أن أحداث معينة لن أخوض فيها، أنا سمعت في كتب تاريخية سمعت أنه حدث كذا وكذا. طيب ماذا يجب أن أفعل عندما أستمع لكلام يسيء لأم المؤمنين؟ القرآن يخبرك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا رقم واحد، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنا مؤمن وأم المؤمنين مؤمنة لأنها أم المؤمنين طبعا، يعني غير معقول أن تكون كافرة، استغفر الله، هي أم المؤمنين. أنا أظن بأم المؤمنين خيرا، أظن بها خيرا بناء على الأمر الإلهي. هذا أمر، ليست رواية أحبتي في الله فلان وفلان، لا لا، هذا أمر إلهي سأحاسب عنه. سنقف، أنت يا من تظن شرا بأم المؤمنين ستقف بين يدي الله ولن تشفع لك هذه القصص والروايات. الذي يشفع لك هو القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. لولا إذ سمعتموه، ماذا يجب علي؟ هذه آية تقرر ماذا يجب علي عندما أستمع لإساءة تجاه زوجة من زوجات النبي أو حتى أحد المؤمنين سواء ذكرا أو أنثى. يجب علي أن أظن خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إذن نتيجتين يجب أن رد فعل. رقم واحد أظن خيرا، رد الفعل الثاني أقول هذا إفك مبين. إذن أيها الأحبة هذا نص قرآني سأحاسب عنه أمام الله. إذن يجب أن نظن خيرا بالمؤمنين، ويجب أن نوقر ونكبر ونجل أمهات المؤمنين جميعا والصحابة الكرام معهم. هذا هو المنهج القرآني. إذا أردت أن تتبع منهج الروايات أنت حر، ولكن نصيحتي
أنك ترمي بنفسك في الهاوية لأنها لن تدافع عنك يوم القيامة. الذي يحاجج عنك يوم القيامة هو القرآن، حسب الحديث الصحيح سورة البقرة وآل عمران تأتيان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تدافعان عن صاحبهما. القرآن يدافع عنك. طب أنا الآن سألقى الله عز وجل وسأقول يا رب أنت قلت لي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وأنا أظن خيرا، هل هذه جريمة؟ أنني طبقت أمر الله سبحانه وتعالى. بينما أنت ماذا تقول؟ تقول له يا رب أنت أمرتني أن أظن خيرا، وأنا لأن الرواية الفلانية قالت لي ظن شرا فظننت شرا. إذن أحبتي في الله، رجاء صححوا الاعتقاد، لن نخوض في الروايات. والمنهج القرآني الذي أنا وجدته حقيقة، أنا درست 6236 آية ودرست كلمات القرآن طبعا من خلال عملي في برنامج إحصاء القرآن والإعجاز الرقمي، كلمة كلمة وحرفا حرفا، والله لم أجد آية واحدة في القرآن تطابق هذه الروايات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أقصد روايات تاريخية وليس النبوية، كلمة روايات أقصد بها التاريخ. القرآن دائما يخاطب المؤمنين بصيغة يا أيها الذين آمنوا، ويصفهم بالمؤمنين، ويطلب منا أن نحسن الظن بهم، والله رضي عنهم. إنسان رضي الله عنه، أنا أغضب عليه؟ الله عز وجل رضي عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كل من يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. إذن أيها الأحبة، رجاء هذه نصيحة من القلب إلى القلب، أرجو أن تصححوا هذا الاعتقاد، ثم لن تخسر شيئا. الظن الحسن لن يعذبك الله عليه، يعني أنا لا أظن بإنسان كافر، أنا لا أظن بفرعون ظنا حسنا، ولا بأبي لهب، ولا بأبي جهل مثلا. أنا أظن ظنا حسنا بناء على أمر قرآني، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. طبعا هذه الآية قبلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه الآية ليست مجرد أنها تصف لنا حقيقة أو لها سبب نزول هي حادثة الإفك، لا أحبت في هذه الآية تتلى إلى يوم القيامة. أي رواية فيها إفك أو فيها إساءة أو فيها أذى لأحد المؤمنين أو لأزواج النبي يجب أن أستحضر هذه الآية، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتم، هذا قانون إلهي، أي إساءة لأزواج النبي أو أصحاب النبي أو آل بيت النبي، أي إساءة يجب أن أظن خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا القرآن وأن يجعلنا من عباده المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.